ومعاكم عزوز مونجي واسعد الله مساءكم بكل خير. فيديو جديد النهارده 8 فبراير، النهارده الثلاث، وسبق ان اتكلمت عن الكلام الحلو بس هحاول اتكلم بشكل مختلف. قبل كل حاجه يا ريت تشتركوا وتعملوا لايكات كتير مع تعليقات الحلوه مع تفعيل الجرس. عايز اقول الكلام الحلو، الكلام الحلو بيأثر نفسيا على ايه؟ الكلام الحلو بيأثر على نفسيا على القلب وعلى الدماغ، وبيخلي الحياه تكون حلوه. الكلام الحلو تقول مثلا اسعد الله صباحك، اخبارك ايه؟ الكلام الحلو انت عارفينه ده. يعني عايز اقول الكلام الحلو بيأثر نفسيا على ايه؟ على الصحه النفسيه وعلى راحه بال. والكلام الحلو بيريح النفوس، وخاصة احنا لما بنشوف ناس مثلا عندها كآبة وهموم واحزان، فاحنا لما نبتسم بس ابتسامة حلوة ونقول كلام حلو هتخلي الناس اللي حولك تحبك وكمان تصاحبك. شوف سبحان الله، الكلام الحلو بقى مهم في شغلك في عملك في كل حاجة. كلام الحلو بيخلي العلاقة تنجح ما بين الصاحب وصاحبه، ما بين الحبيب وحبيبه، ما بين الزوج وزوجته، والناس عامة. تبتسم، تسبح على الناس بصباح حلو، اسعد الله صباحك، صباح العسل، كده خلي الحياة كده تمشي وتعدي. أما الكلام اللي مش حلو هتخلي مشاكل وهموم، واللي يتعارك مع ده واللي يتعارك مع ده. فاحنا لازم نغير من نفسيتنا، نغير من اساليبنا. ورقم واحد واهم حاجه الكلام الحلو هو سبب في راحه البال وفي راحه النفوس وبس. واذا عجبكم الفيديو اتمنى تعملوا نشر، عشان اللي مش عارف الكلام ده يعملوا نشر، بس اهم حاجه يكون في احترام. وشكرا لكم.